حسن وغنى ذكر الخيام وذكرك يا سكين الخيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كيف تنكر حبا بعد ما شهد به عليك علوم الدمع والسقم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأثبت الوجه خط عبرات وظنى مثل البحر على خديك والعلم. لا إله إلا الله، والحب يطرب لذات بالعالم. لا إله إلا من عرب ومن عجم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله. دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أفاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الخيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما وانذر آباء وهم مظلمون. حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى أثقال فهم لا يسمعون. وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب الأمة أصحاب القرية جاء المرسلون إذ
إني مثلين فكذبوا النبي سعيد فقالوا إنا إليكم مرسل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكل أرسلناكم منا عذاب. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فانتقوا مصرف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مسانين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتد. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون. إني إلا في ضلال إني آمنت بربكم اسمعوا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. وما أنزلنا على قومهم بعدهم جند من السماء وما كنا مثل إن كانت ناصحة واحدة فإذا يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا به يستهزئون. ألم يروا كم وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم وأخرجنا منها حبا فمن يأكل وجهلنا فيها خير وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل ثمره وما عملت أيدي آفزاي. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء أنتم إلا ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحق الإصحاب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني اختفى بكم الأرض فإذا هي تمور. هامت في السماء يعني يرسل عليكم حصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلكم فقد كان أولم يرون ما يمسكون إلا الرحمن إنه هو بكل شيء بصير. أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في أم من هذا الذي يمسكون رزقكم بل جوع في عتون. أفهم من شيء مكب على وجهه أهدى من شيء سوي على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما شكر. قل هو الذي ذركم في الأرض ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي يتدعون ولا راجوا إلهكني الله ومن معي ورحمة الكافرين من عذاب الأليم. قل هو الرحمن إنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أغفر لدنيا هذه آخرها وآه لأخرى هذه أولها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا بالله عز وجل قضاءه وسلمنا له أمره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوة الإيمان، شاءت مشيئة المولى سبحانه وتعالى أن يطوي في هذا اليوم
مصحف كريم مع العلم الشريف، شاءت مشيئة المولى سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الأمر ليس كما نتوقع. حينما فقدنا في هذا الشهر المبارك أئمة مساجد وفقهاء، واليوم نفقد هذا الرجل، والله ثم والله قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فما بالك بمن كان يصعد فوق المنابر ويؤدي واجبه في ديار الغربة داعيا إلى الله وإلى رسول الله، داعيا إلى الله ورسول الله. فما بالك بمن ألف الكتب: علي أنا لا أبكي على الميت، إنما أبكي على نفسي. ما تقدمت، ما دفعت بهذا القرآن، ما دفعت بهذا الدين، ماذا كان دوري في هذه الأمة؟ اعلموا إخوة الإيمان، صدق المولى سبحانه وتعالى في هؤلاء العلماء الأجلاء حينما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نوره يبقى إلى يوم القيامة. خطب من برية 4 مجلدات على اسمه، فنسأل المولى سبحانه وتعالى. وهؤلاء الحفظة والآئمة والفقهاء أتوا لتشييع جنازته، نسأل المولى سبحانه وتعالى بذلك القرآن الذي كان يتلوه، وبذلك العلم الذي كان يدرسه وكان يؤدي به واجبه في هذه الدنيا لأمة المصطفى، أن يكون في هذه الساعة حاضرا في قبره. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اجعل القرآن العظيم الذي كان يقف بين يديك، واجعل تلك الابتسامة. وأقول لكم أيها الإخوة، وشهادة لله ولرسول الله، والله شهيد على ما أقول، أنا الذي تكفلت بغسله والله مات مبتسما، والله مات مبتسما. تلك الابتسامة التي كان يجلس بها بين الأحباب مات عليه رحمة الله عليه، وجهه لم يتغير إخوة الإيمان. وهذا يدل كما أخبر الصادق المصدوق: من كان لله كان الله معه. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحفرة، وأن يكون هذا القبر روض له من رياض الجنة. لم أعطيه كتابه بيمينه كي ينقلب إلينا فرحا مسرورا، لم أجعله في الظل والضليل. ارزقه ربي لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا ربي إنك غني عن عذابه، يا ربي إنك تجد من تعذب غيره، يا ربي إنه لا يجد من يرحمه سواك. اللهم ارحمه في هذه الساعة، اللهم ارحمه في هذه الساعة، اللهم أعطيه كتابه بيمينه كي ينقلب إلينا فرحا مسرورا. اللهم اجعله في ضيافة رسول الله، اللهم اجعله في الظل والظليل مع موسى وإبراهيم الخليل. يا ربي دفن بجوار أمه وكان من البار بأمه، اللهم اجعل أمتكم شفعة له في هذه الساعة. اللهم كما جمعت بينهم في هذه التربة، اجمع بينهم في هذه الساعة في ضيافة رسول الله. اللهم اجعل بينهم في هذه الساعة في ضيافة رسول الله، اجعلوا في كنفك وظلك يوم لا ظل إلا ظلك ولا بقرش يا رب العالمين. اللهم ارحمه وارحم من دفناها معه. احتاجك لأمي مديلنا اللي صلينا عليها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لهم جميعا. شاءت مشيئة المولى سبحانه وتعالى نصلي على جنازتين. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم في هذه الساعة في مقعد صدق عند ملك المقتدر. اللهم اجعلهم من الذين أحسن الحسنى وزيادة، ولا يرهقوا وجوههم قطرا ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم ارحمه رحمة واسعة. يا ربي قد افتقدنا في هذا اليوم كنز من كنوز الآخرة وليس من كنوز الدنيا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعوض أهله ويعوضنا معه، ويعوض الأحباب والفقهاء، يعوضهم فيه صبرا وأجرا عظيما. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء المصاحف الذي واقفون على قبره، ولا شك هذا يدل على محبتهم له، وكذلك كان يحب الجميع. والله ثم والله الحاج خليل ما عمره إلا شفناه معبس، من اللي عرفناه، من اللي شهدناه نعرض هيجي بابتسامته، ببشاشته، بتواضعه، وكان يريد أن يعتمر في آخر عمره. وقال لصاحب الأصفار، قال له: بغيت بيتي بوحدي، ندخل معايا غير فقيه، صاحب القرآن هو اللي يدخل معايا، صاحب القرآن. وهذا يدل على أنه كان يحب أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن نورا في قبره، ونورا عن يمينه، ونورا من فوقه، ونورا من تحته. اللهم ارحمه رحمة واسعة. يا ربي يا ربي يا ربي، وقفنا في هذه
هذه المقبرة شفع هؤلاء الوجوه يا رب العالمين. حاشاك أن ترضاهم خائبين، حاشاك أن ترضنا خائبين يا ربي. إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين أجمعين، الوليدات البنيتات الأحفاد الفقهاء ديالنا الأئمة ديالنا المشايخ ديالنا كاع اللي راهم حاضرين. اللهم عظم أجورهم جميعا، اجعل أقدامكم رحمة، اجعلها مغفرة، اجعلها سببا في مغفرة ذنوبنا جميعا، اجعلها ربي رحمة لموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم من فقدناه في هذه الأيام يا ربي، فقدنا أحباب علاج علينا وأصهار وإخوة وأصدقاء وأئمة، اللهم ارحمهم جميعا، اللهم ارحمهم جميعا يا ربي، هون علينا ما فات عليه الحاج البكاي. كذلك البارح قد أخبر أحباب أيها الإخوة، والله لا تأسف طلبوا سيدي ربي، الناس يحوسوا على التلقيح ويحوسوا على العلاج، احنا شدينا في ربي سبحانه وتعالى، أمره بين الكاف والنون، سألناه بقلوب متضرعة وفي هذه المقبرة أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم قنا شر الداء، اللهم انزل علينا الدواء يا ربي، إنه لا مخرج ولا ملجأ ولا مهرب منك إلا إليك. قد علمنا أنك أنت القوي، وقد علمنا أنك أنت الجبار، وقد علمنا أنك أنت القهار، لكن شهدنا بأنك أنت أرحم الرحيم. اللهم ارحمنا جميعا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. يا ربي لا تحوش منا أحدا في هذه الأيام إلى طبيب يمسه. يا ربي أخرجنا من هذا الوباء سالمين، يا ربي أخرجنا من هذه الأوبياء سالمين، يا ربي أنزل علينا الغيث من السماء وارفع يا ربي عنا هذا الوباء، يا ربي أنزل علينا من بركات السماء وأخرج عنا هذا الوباء، يا ربي أخرج عنا هذا الضيق الذي عن طورنا قد خرج يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، ارحم يا ربي من نقف فوق قبورهم، يا ربي هون علينا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. ربي إذا أردت بعبادك فتنة فأقبضنا إليك، لا فاتنين ولا مفتونين. لم نخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا، لم نخرجنا من هذه الدنيا لا لنا ولا علينا، لم السرنا فوق هذه الأرض، لم السرنا تحت الأرض، لم السرنا يوم العرض عليك. يا ربي لا تخزي أحدا منا يوم العرض عليك، اللهم احسن وقوفنا بين يديك، لما قنا عذابك يوم تبعث عبادك. واحد الخوت ديالنا نعرفهم راهم معانا وجاو حضرهم امراض، وربما راهم واقفين ويتألموا، اللهم اشفيهم جميعا، اللهم اشفيهم ببركة القرآن، اللهم اشفي كل من يتألم في هذه الساعة يا ربي، اشفي احبابا لنا في المستشفيات، يئس طبيب الدنيا من علاجهم، اللهم انت الشافي بشفهم، وانت المداوي فداوهم. اللهم ادم علينا وعليكم نعمة الصحة بالعافية. احباب ديالنا سيدنا المفضل الاستاذ ديالنا والاخوان ديالنا والازواج والاسهار والاحباب والفقهاء، اللهم ابدل محبتهم صبرا، ارزقهم صبر المحتسبين، ارزقهم صبر الاوابين، اجعلهم من الذين قد رضوا بقضاء الله وقدره. بعض الفقهاء ديالنا وبعض الائمه ديالنا من عمار المساجد راهم مراد، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم ببركه القران، اللهم اشفهم بعظمه القران، اجعل هذا القران الذي يجري في دمائنا اجعله شافعا لهم ومشفعا لهم يا رب العالمين، اجعله شافعا لهم من كل داء يا رب، كما كرمتهم بالقران شد ضررهم. اسمعنا بالشفاء العاجل لكل مريض، اشمعنا بالشفاء العاجل لكل مريض يا رب، ادم علينا وعليكم نعمه الصحه والعافيه. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور يا رب، اننا نستغفرك من كل ذنب ومن كل اثم ومن كل مصيبه، انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرجنا مما تربت الارض يا رب العالمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا ضمار ولا هلاك ولا غلاق ولا زلزال ولا وباء يا رب العالمين. حوالينا لا علينا يا رب العالمين، اللهم توفنا وانت راض عنا يا ربي. لا نملك الا الدعاء ولم يبق لنا الا الدعاء، فانك لا تمل حتى نمل، حاشاك ان ترد ايادينا صفرة خاوية، حاشاك يا ربي، حاشاك حاشاك حاشاك، فإنه لا حول لنا ولا قوة، قلت وقولك الحق قل هو الله أحد. يا ربي لا تكل أمة الحبيب إلى أحد، يا ربي لا تكل إلى أحد، واغننا عن كل أحد، وتوفنا وأنت الأحد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك فيه، واجعل يا ربي، واجعل يا ربي آخر كلامنا وكلامكم من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والختم الفقهاء ديالنا.
سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.